السلام عليكم، اسمي سميع عصفور، رئيس فرع الشبكة العربية للابتكار في جامعة بير زيت. من خلال حضوري بالمؤتمر راح أمثل جامعتي بالتحدي الـ24 ساعة، وراح أحضر بعض الورشات العمل من ضمن المؤتمر. من خلال حضوري راح أحكي لكم عن مشروع تبادل، اللي هي مشروع جديد بالتعاون مع عين. إن شاء الله بنشوفكم هناك.